بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده في محاضره تعريفيه عن الريسيرش، هنتكلم فيها عن انتدكشن للريسيرش، وهنفهم الناس ايه اهميه الريسيرش كمقدمه بسيطه خالص للناس اللي انترستد في موضوع الريسيرش وناويين يكملوا وناويين يحضروا كورسات ويسمعوا فيديوهات للريسيرش عشان يشتركوا في الموضوع ده لما له من اهميه كبيره، سواء للناس اللي بتحب تسافر بره او الناس اللي بتقرر انها تقعد، ولي امباكت عالي في اي واحد بيكون السي في بتاعه في بدايه حياته. فريسيرش النهارده هنتكلم عنه بشكل مبسط، هنتكلم على الديفينيشن بتاعه، هنتكلم على التايبس بتاعت الريسيرش، وازاي ان احنا نبدا نفكر في فكره ريسيرش او نحط ريسيرش كويستشن في الابحاث الطبيه المختلفه. اولا، كلمه ريسيرش هي مقسومه الى نصين، كلمه ري وكلمه سيرش. سيرش يعني انا ببحث، يعني انا بدور على معلومه معينه، وري يعني انا بعيد البحث دوت. فكلمه ريسيرش يعني انا بعيد البحث في مجال ما. يبقى انا السيرش العادي ان انا بروح ادور، لكن ريسيرش ان انا هعمله مره تانية. يبقى انا بستعيد النقطه او بدور على نقطه فيها فكره او في شغل اتعمل، وانا بحاول اعمل البحث مره تانية وثالثه ورابعه عشان اشوف النتائج اللي وصلنا لها في المره الاولى دي، احنا بنؤيد ولا مع ولا ضد النتائج دي. فده معنى كلمه ريسيرش، يعني اعاده البحث في نقطه معينه للوصول الى نتائج نهائيه تقدر تخدم بعد كده الميديكال فيلد وتخدم المرضى بتوعنا لما نبدا نعمل ابلكيشن لنتائج الريسيرش بتاعنا. طيب، ايه انواع الريسيرش اللي احنا ممكن نشتغلها؟ عندنا ريسيرش بينقسم او ليه كذا كلاسيفيكيشن. اول كلاسيفيكيشن ان احنا بنقسمه الى برايمري ريسيرش وسكندري ريسيرش. يبقى في ابحاث اوليه وابحاث ثانويه. كلمه برايمري ريسيرش يعني بحث هبتدي من الاول، يعني بحث انا اللي هعمله، انا اللي هشتغله عشان اطلع ريزلتس واشوف الريزلتس بتاعتي دي ماشيه ولا مش ماشيه مع الابحاث المنشوره في النقطه دي مسبقا. يبقى ده اسمه برايمري ريسيرش، يعني انا ببتدي من البدايه اعمل ريسيرش واشوف النتائج بتاعتي. لكن السكندري ريسيرش ما هو الا تجميع لابحاث منشوره برايمري مع برايمري مع برايمري، فيعملوا لي سكندري ريسيرش، ان انا بجمع الابحاث البرايمري دي وبعمل منها حاجه اسمها ريفيو ارتكل بانواع مختلفه. مش هندخل في التفاصيل دي طبعا النهارده، انما الريفيو ارتكل يعني كان في مقاله مرجعيه بتضم كل الابحاث البرايمري اللي اتعملت في النقطه اللي انا بشتغل فيها، فاعمل منها سكندري ريسيرش في صوره ريفيو. وده ما بيمرش بالمراحل بتاعه البرايمري ريسيرش خالص، لانه انا مش بنزل احتك بالبيشنتس، ما بعملش داتا كوليكشن من بيشنتس، ما بحتاجش ان انا اخد موافقات عشان اعمل البحث دوت. مفيش تايم كونسيومينج زي البرايمري ريسيرش، فمختلف تماما فكره البرايمري عن السكندري. السكندري ده شغل ارتفيشال انتليجنس، شغل نت، ان انا اقعد واجمع ابحاث واطلع منها داتا معينه واكتبها في صوره ريفيو ارتكل بانواعها المختلفه. انما البرايمري هو اللي انا بنزل لارض العملي واشتغل واجمع داتا واطلع نتائج واسميه برايمري ريسيرش. يبقى ده اول كلاسيفيكيشن عندنا بنقسمهم الى برايمري وسكندري ريسيرش. طيب، تاني حاجه بقى عندنا بنتكلم عليها تقسيمه اخرى من ناحيه نوع الريسيرش برضو كمان. يبقى من ناحيه علميه برايمري وسكندري كمان في تقسيمة تانية بتقول ان جميع الابحاث بتاعتنا يا اما بيزك ريسيرش، يا اما كلينيكال ريسيرش، يا اما ترانسليشنال ريسيرش. يعني ايه الكلام ده؟ بيزك ريسيرش يعني البحث بتاعي الهدف كل اللي فيه ان انا بشتغل على حاجات على مستوى سيلولر، يعني حاجه بحث اكاديمي، يعني بشتغل على الخلايا، بشتغل على انيمالز، بشتغل على دي ان ايه، بشتغل على جينز. يبقى بشتغل حاجه بيزك. يبقى بيزك ريسيرش الغرض منه ان انا بدور على حاجه على مستوى اكاديمي، فبشتغل حاجه فيها لاب وورك، جينات، حاجات وراثيه، حاجات فيها دي ان اي، ار ان اي، وهكذا. فده بسميه بيزك ريسيرش. كلينيكال ريسيرش بشتغل على مرضى، بشتغل بقى مع المرضى نفسهم، سواء انترفينشن بديهم ادويه او اوبزرفيشن بعمل لهم انفستيجيشن اشوف نتائجها او اشوف ريسك فاكتور بتاع مرض معين، يبقى ده اسمه كلينيكال ريسيرش. والترانسليشنال حلقه الوصل، ان انا بشتغل حاجه لاب او جينيتكس ليها علاقه او ليها كلينيكال ابلكيشن خاص بالمرض اللي انا بشتغل بيه. فانا كده بيبقى حاجه حلقه وسط بتجمع من البيزك للكلينيكال، مش بيور بيزك بشتغل جينز بس مثلا في اتجاه معين على كلتشر على اي حاجه ما فيهاش تدخل او ما فيهاش مرضى عينات من مرضى،
او كلينيكال، يعني بشتغل على البيشنت في شكل دواء او تشخيص او كذا، والترانسليشنال ده الحلقه اللي فيها وصل ما بين الناحيتين. يبقى دي تقسيمه اخرى للريسيرش، بيزك وكلينيكال وترانسليشنال ريسيرش. ساعات كمان بنقسم الريسيرش الى سنجل سنتر ريسيرش ومالتي سنتر، ده اكوردنج للمكان اللي هيتعمل فيه البحث. هل هو سنجل سنتر ريسيرش ولا مالتي سنتر؟ لا، ده انا بدخل اكتر من مركز بحثي اشتغلوا معايا، او اكتر من مكان هيتم فيه البحث. ممكن يكون الاماكن دي داخل نفس البلد او في بلاد مختلفه او في قارات مختلفه، لكن في النهايه هو مالتي سنتر وفي اكتر من سنتر مشارك معانا في البحث. يبقى ممكن يكون سنجل سنتر ريسيرش وممكن يكون مالتي سنتريك ريسيرش. يبقى ده من حيث المكان، من حيث الكلينيكال تايب او الابلكيشن فهو بيزك كلينيكال وترانسليشنال، من حيث التنفيذ فبرايمري وسكندري ريسيرش. يبقى دي الانواع الكبرى للريسيرش اللي احنا بنستخدمها. يندرج طبعا تحت كل واحد انواع مختلفه من البرايمري، انواع مختلفه من السكندري. كل ده بنعرفه لما بنتكلم بقى على انواع الارتكلز اللي ممكن تطلع سواء من البرايمري او من السكندري ريسيرش. طيب عشان نصيغ فكره ريسيرش عندنا، بحتاج احط دايما ريسيرش كويستشن، سواء هعمل برايمري او سكندري ريسيرش، بيزك او كلينيكال، وات ايفر ايه الريسيرش اللي انا بعمله، بحتاج دايما حاجه اسمها ريسيرش كويستشن، يعني احط سؤال بحثي. يبقى السؤال البحثي هو ده اللي انا بحطه في بدايه الكلام عشان اقدر اصيغ ريسيرش كويستشن اشتغل عليها كفكره وبعدين ابدا ابني البحث بتاعي. فالريسيرش كويستشن بيتحط في حاجه اسمها استراتيجي، اسمها بايكو استراتيجي، او ساعات بنستبدل الاي بي اي نسميها بيكو استراتيجي. يبقى بايكو استراتيجي او بيكو استراتيجي هي دي الاستراتيجيه اللي انا بستخدمها لوضع سؤال بحثي هبدا امشي وراه وادور في الليتريتشر واشتغل عليه فكره جديده الى ان اصل لنتيجه. البي اختصار لبيشنس او بوبوليشن، يبقى يا اما لازم ابقى عارف البحث اللي انا هشتغله مين هم البيشنس بتوعي، او لو هم مش بيشنس بوبوليشن، يعني ممكن اشتغل مثلا على بريفلنس بتاع مرض معين فانا هشتغل على الهيت سي بي. طب في انهي مكان؟ اللي جايين المستشفى اللي في البلد ديت اللي في المركز الفلاني. يبقى البي ترمز للبيشنت او البوبوليشن اللي هتشارك. يبقى لازم تو ديفاين مين البيشنس اللي انت هتعمل عليهم البحث، او مين البيشنس اللي انت محتاج تدور على الفكره البحثيه فيهم. فدي اول حته في الريسيرش كويستشن، حدد البيشنت او البوبوليشن بتاعه. اثنين، الاي اختصار انترفينشن، ايه هي الانترفينشن اللي هتعملها؟ اللي انت عايز تختبرها، عايز اختبر دواء، عايز اختبر عمليه بالمنظار، عايز اختبر اي حاجه، او ايه هي الانترفينشن؟ او لو استبدلتها بالاي فالاي هي الاكسبوجر، يعني ايه هو الريسك فاكتور اللي انت عايز تدرسه لو الواحد اتعرض له يجي له المرض الفلاني؟ اكسبوجر تو سموكينج مثلا بيعمل لان كانسر. يبقى الاي عندنا هي الاكسبوجر للحاجه دي، الاي هي الانترفينشن. فانت لو دراستك فيها تدخل هتدي المريض دواء هتعمل له عمليه هيبقى اسمه انترفينشن، يبقى هنختصرها بالبايكو الاي. لو هو اوبزرفيشنال ستادي زي ما بنعرف انواع الستاديز، يبقى ده اكسبوجر لحاجه معينه وهتشوف الاوت كام بتاعه، يبقى ده هسميها بيكو في الحاله دي. يبقى ده الحرف الثاني. الحرف الثالث السي هو الكنترول او الكومباراتور. لازم يبقى عندي مجموعه كنترول في اي بحث بعمله، او كومباراتور انت بتقارن الدواء ده بالدواء ده، العمليه دي بالعمليه دي. لو في اكسبوجر للريسك فاكتور، في ناس اكسبوزد للريسك فاكتور وناس نوت اكسبوزد، يبقى دايما عندي كنترول جروب او كومباراتور جروب. لو هي انترفينشن ففي مجموعه فيها كومباريزون بتقارنها بحاجه ثانيه، قد تكون المجموعه الثانيه ما بتاخدش حاجه خالص لكن اسمها كومباراتور جروب، يعني ما بتقدرش تدي الدواء للمجموعه الثانيه مش موجوده اصلا، لازم في مجموعه ثانيه ما بتاخدش الدواء او بتاخد بلاسيبو او بتاخد دواء اخر ويبقى في كومباريزون ما بينهم. فيبقى لازم عندي كومباراتور او كنترول جروب، ده لازم احددها في السؤال البحثي بتاعي عشان اصيغ ريسيرش كويستشن ونيو ايديا عندي. يبقى الاو والاو اختصار اوتكمز، يعني ما هي بقى المخرجات؟ ايه الحاجه اللي هتقيسها عشان تعرف ان الانترفينشن نفعت في البيشنتس دول عن الكنترول، او الاكسبوجر للريسك فاكتور نفع في البوبوليشن ده عن الايه الكومباراتور الناس اللي نوت اكسبوز. يبقى لازم يكون في اوتكمز، في مخرجات، في دلائل، في حاجات هتتقاس عندك هتقول لك ايه هي الاوتكمز بتاعتك. فبالتالي انت وانت بتصيغ ريسيرش كويستشن وبتدور على فكره بحث لازم تعمل البايكو استراتيجي. يبقى لازم تشوف مين هم البيشنتس اللي هتشتغل عليهم البحث، ايه الانترفينشن، فكره البحث عباره عن انترفينشن ايه هو اللي هتجربه، وايه الكنترول بتاعك الناحيه الثانيه، هل هو نيجاتيف كنترول مش هياخد حاجه ولا بوزيتيف كنترول هياخد دواء ثاني،
تمام؟ وايه الاوتكم اللي انت هتقيسه بين المجموعتين دول عشان تصل الى النتيجه المطلوبه. فده هو الريسيرش كويستشن اللي انت بتستخدمه سواء عملت برايمري ريسيرش او حتى سكندري ريسيرش ريفيو والميتا اناليسيس والكلام ده. لازم يكون عندك استراتيجي تمشي وراها، تبقى عارف مين البيشنتس اللي هتدور عليهم، مين الانترفنشن، مين الكنترول، مين الاوتكم، عشان تقدر تعمل سيرش كويس وتبقى السؤال البحثي واضح وكلير، فتقدر في النهايه تجاوبه من الريسيرش اللي بتعمله سواء برايمري او سكندري. يبقى كده احنا اتكلمنا بشكل مبسط كمقدمه ومحاضره تعريفيه عن الريسيرش، شفنا الديفينيشن، شفنا التايب، شفنا ازاي نصيغ الريسيرش كويستشن في اي فكره بحث برايمري او سكندري عشان اقدر اطبقها ليتر اون. بشكركم على حسن الاستماع ونلتقي ان شاء الله قريبا في فيديوهات اخرى، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.